هذا ما تبقى من قلعة حيس، إحدى أهم القلاع التاريخية في محافظة الحديدة. تحولت هذه القلعة التي بناها الملك المظفر الرسولي في القرن السابع الهجري إلى كومة من الركام تحيط بها أكياس النفايات من كل جانب. وعشت والقلعة الآن خرابة، ولا حد انتظرها ولا حد قام معها ولا قام يبنيها، اتخربوها وخلوها مسكن مع ولا الغنم ولا الكلاب ولا القناين مكدادب بينها الجبالة. القلعة العثمانية هي قلعة يبلغ عمرها إلى 400 عام أو أكثر من 400 عام. هذه القلعة العثمانية التي في حيس هي عبارة عن قلعة سياسية كان يحكمها الملوك وكان يأجيها الإمام أيضا في عهد الإمام أحمد الإمام يحيى. هذه القلعة التاريخية طالها الإهمال الرسمي على مدى الحكومات المتعاقبة، حتى أن بعض المواطنين استغلوا هذا الإهمال وقاموا ببناء منازل وكتل خرسانية داخل القلعة التي لم يتبقى منها سوى بقايا أسوارها العتيقة ونوبات الحراسة المستديرة بعد أن تهدمت أجزاء واسعة من جدرانها. هذه القلعة بهذه الأهمية التي بنيت في القرن السابع أصبحت اليوم مكباً للنفايات، أصبحت اليوم وجهة للناهبين، وجهة للمتهبشين. هذا هو المبنى، هذا هو المبنى الذي اقتحم قلب قلعة حيس التاريخية بمبناه الحديث، بالرغم أن هذه مخالفة قانونية في كل قوانين البلاد. ليست القلعة التاريخية وحدها من تعرضت لعمليات السطو والتدمير الممنهج. الكثير من المساجد والمعالم الأثرية في حيس والخوخة والمديريات الجنوبية في الحديدة تم استهدافها خلال سنوات الحرب، وسط دعوات للجهات الحكومية والمنظمات الدولية بحماية المعالم التاريخية وإعادة ترميمها.